العديد من المنشآت التي تختص بالثروة الزراعية والحيوانية في قصبة الكرك زارها وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، بالإضافة إلى لقاء مع بعض مزارعي الأغوار الجنوبية وبعض مربي الماشية للاطلاع على الواقع الزراعي في هذه المناطق ميدانياً. خطوات البال اللي عملها نشتغل عليها، لكن المتاح قليل شحيح، خاصه في ظروف كورونا والوضع الصعب والاغلاقات الحدوديه. لواء الاغوار الجنوبيه وقصبه الكرك محطتان تضمنتهما جوله وزير الزراعه التي تم خلالها مناقشه التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في الكرك، بالاضافه الى المتطلبات السوقيه الموسميه من المنتجات والمشاريع التي تعمل عليها الوزاره. تم لقاء مباشر مع اخواننا المزارعين لتحديد اولوياتهم الزراعيه، اضافه الى متطلبات السوق خلال هذا الموسم. تحددنا المساحات التي يجب أن تزرع من كل صنف حتى لا يكون هناك مشكلة في التسويق، وتحدي كبير ينعكس على استمرار تدهور الأسعار وخسارة المزارع. هذه الكميات التي تم تحديدها بالتعاون مع أخواننا أيضا المزارعين والخبراء لكل كمية وكل صنف حتى يتم إنتاجها ولا يزيد عن ذلك. الجانب الآخر، هناك تحدي المياه، وهذا العام عام جاف حقيقة، ولذلك تم الاتفاق مع وزارة المياه على فتح حفر الآبار في منطقة الأغوار الجنوبية، إضافة إلى التحديات تواجه مربي المواشي في الكرك. المنافذ التسويقية أكثر ما يؤرق المزارعين، وهو أمر ينتج عن ممارسات خاطئة في الزراعة، إضافة إلى عوامل تتعلق بالعرض والطلب. جاء زيارة الوزير اليوم استجابة لرغبات المزارعين، تم الحديث عن سمع وزير الزراعة عن هموم وقضايا المزارعين، وتم مناقشة القضايا التسويقية والاختناقات التسويقية وهل هناك فتح أسواق جديدة هذا العام، وتم الحديث عن الرزنام الزراعي للدول المجاورة، وتم الحديث عن النمط الزراعي. سمع الوزير إلى مطالب المواطنين وسوف ينقلها إلى الجهات المعنية. إحنا كمزارعين نحتاج إلى تسويق منتجاتنا، والنمط الزراعي اللي تحدث به الوزير اليوم، فتحدثنا كمان عن الخطة الاستراتيجية اللي انبثقت عن اللجنة النسوية بمحافظة الكرك، وضعنا الأهداف، التحديات، المخاطر، فرص العمل، فإن شاء الله تكون الزيارة مجزية. خطة لإنشاء 3 مصانع للمنتجات الزراعية في الأغوار الجنوبية، بالإضافة إلى قرابة 2 مليوني دينار لصندوق الإقراض الزراعي، ستكون جزءا من الحلول التي ستوفرها الوزارة للتحديات والمشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي في محافظة الكرك.